ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا في خير. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش اللايك. النهاردة هعمل معاكي اللوحة دي مفرش بقى تعلقيها على الحيطة، بس انا عن نفسي هعلقها على الحيطة لان شكلها حلو قوي. النهاردة ان شاء الله هشتغل بخيط المكرمية اللي هو التخين ده، هما بيشتغلوه بيعملوا بيه الحاجات المكرمية، فلما بيشتغلوه بالإيد. أنا النهاردة معاكي هشتغله بإبرة الكروشيه وأعلمك إزاي هشتغل على الإيه، على القاعدة الخشب دي اللي فيها إخرام. ممكن بقى تغيري تجيبي فيه رسومات جميلة جدا وكتيرة جدا، ممكن بدل اللوحة دي ممكن تعمليها بمراية. بس هي فكرة النهاردة إن إزاي أشتغل بخيط المكرمية بإبرة كروشيه. هو مجهد شويه في الشغل، بس يعني اللوحه في حد ذاتها جميله جدا تستحق التعب، حلوه جدا. هي طريقتها بسيطه، يعني هي مش متعبه، هي مرهقه شويه لكن مش متعبه في الشغل، يعني خطواتها سهله جدا وبسيطه. وهشتغلها معاكي واحده واحده، هشتغلها من البدايه خالص وهشتغلها معاكي. بس اتمنى بس النهارده ايه، لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش اللايك. تمام، يلا بقى مع بعض اوريكي انا استعملت ايه وهشتغل اللوحه الجميله دي ازاي. انا هستعمل معاكي الشكل ده، اي شكل بقى انت حابه تجيبيه براحتك، بس انا حبيت الشكل ده قوي. وهتجيبي ابرتين، واحده رفيعه وواحده ايه مناسبه للخيط. الرفيعه دي علشان تعرفي تدخلي بيها جوه الايه الخروم دي. تمام، والمقص دي كل ادواتنا النهارده. يلا بقى نبتدي مع بعض نعمل المشروع بتاعنا. اول حاجه هعمل عقده البدايه بره، هعمل عقده البدايه اهي. وتعالي بقى على اي مكان انت حابه، وليكن من هنا اي مكان، هدخل اهو عشان تبقى واضحه ليكي. هدخل بالابره اهو، وهجيب ايه بداية السلسلة الاولانية اللي انا عملتها دي برا، وهدخل بيها كده، هخلي العقدة كده لورا. تمام، يعني انا دخلت اهو بالبداية. خلي بقى الشغل كده قدامك اهو، شغل قدامك. هعمل ايه، الإبرة هتروح تجيب الخيط كده. أنا عملت أول غرزة حشو. تمام، أنا المفروض هعمل في كل ثقب من دول اتنين غرزة حشو لأن الثقب عندي واسع. تمام، فهو دي أول غرزة حشو تعتبر. تعالي بقى هدخل بالإبرة، شايفة فكرة الإبرة الرفيعة عشان تدخل بسهولة. هجيب هعمل كمان غرزة حشو، أطلع اهو وهياخد اعدي من وسط الايه اللفتين دول اهو. تعالي كمان مرة، خلاص انا عملت اهو حلقة معايا على الابرة. هدخل من خلال الثقب ده وبالابرة هروح اجيب الخيط بالراحة خالص اهي، شايفة بالراحة خالص. وعملت غرزة حشو او دخلت من خلال الايه الغرزتين اهو، كمان واحدة هدخل. يعني انا هعمل غرزتين في ايه، في كل ثقب. تمام، ادي اول واحدة هدخل اجيب، ادخل بالابرة اجيب الخيط وهطلع. خلي ايدك مرتاحة، ما تحاوليش تشدي اهي. تمام، اعملي اللي بعدها معاكي بقى، من كل واحدة اتنين في كل ثقب اتنين اهي، عشان حتى املاحي. ده اول واحدة كمان واحدة
في كل واحدة هعمل اتنين اهو. بصي بعمل ايه، بدخل بالابرة بجيب الخيط وبطلع بالراحة خالص اهو، وبعمل غرزة حشو او بعدي من خلال الحلقتين. كمان مرة بدخل بالابرة واجيب الخيط وبطلع وبعدي من الخيط خلال حلقتين. تشتغلي بقى كلهم كده، هعمل معاكي واحده كمان عشان اوريكي الفكره، ان انا بدخل اهو بجيب الخيط واعمل وبعدي بالابره من خلال حلقتين اهو. كمان واحده بدخل بالابره وبطلع من خلال حلقتين وباخد لفه. اشتغل كلها كده، كل غرزة من دول في كل ثقبة من ده بشتغل اتنين ايه حشو، خلصهم وارجع لك كده. انا خلصتها تمام. هبدل بقى للابرة الاكبر، انا جايبة هنا ابرة مقاس 5، كنت جايبة 4.5 لقيتها هتبقى ضيقة شوية، فاشتغل بابرة رقم 5. هعمل بس برة عقدة البداية، يعني غرزة البداية عملتها برة. تعالي بقى من اي مكان انت تحبيه، اي غرزة انت تحبيها اشتغلي براحتك. بس هنشتغل منين بقى؟ يعني هجيب تحت حلقتين، هعدي من تحت حلقتين، اي حلقتين انت عايزاهم هتعدي من خلالهم وتروحي تجيبي غرزة البداية وتطلعي. معلش هي في الاول بس بتبقى صعبة شوية لان انا شغالة بغرزة اقل، فبتبقى في البداية صعبة شوية، بعد كده هتلاقي الشغل سهل جدا معاكي. هعمل ايه؟ هطلع بغرزة البداية، سلسلة البداية، سلسلة واحدة بس ده انا عشان بداية الشغل، وبعمل 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وبنزل في نفس المكان اللي طلعت منه وبعمل غرزة حشو. يعني شايفة انا طلعت بالسلاسل منين؟ من هنا. هدخل اخد بس معايا خيط بورا الشغل كده وهطلع وهعمل غرزة ايه حشو. تمام اهو. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هسيب غرزة واحدة وهاجي للي جنبها، يعني انا سبت واحدة اهو، هاجي للي بعدها اعدي من تحت ايه الحلقتين. شايفة؟ يعني انت شايفة الابرة اهي من تحت الحلقتين، واجيب الخيط واطلع اهو واعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وفي نفس المكان اللي انا طلعت منه ركز عليه قوي اهو، هدخل وهعمل غرزة ايه حشو. من غرزة حشو يعني اعدي بالخيط من خلال الحلقتين دول اهو. تمام كده. طيب اللي بعدها، لاحظي بس ان انا في اول السطر اللي عملت سلسلة ارتفاع، بعد كده انا بعمل 3 سلاسل. طيب بسيب حلقة، بسيب غرزة، واجي للي بعدها بعدي من تحت الحلقة الحلقتين اهو. شايفة الابره باينه ازاي؟ انا معديه من تحت الايه الغرزه، وهدخل هجيب الخيط واطلع وهعدي من خلال الحلقتين دول وعامل ايه 3 سلاسل، 1 2 3، وهنزل في نفس المكان اللي طلعت منه اهو، وهدخل هعمل غرزة ايه حشو. وكرر بقى تاني نفس الكلام لغاية اخر السطر،
بسيب غرزة، معلش دي فلتت، بسيب غرزة وبدخل في اللي بعدها اهو معاكي كمان مرة، بسيب واحدة وبدخل في اللي بعدها من تحت الحلقتين واجيب الخيط واطلع هعمل غرزة حشو اهو، او اعدي من خلال الحلقتين واطلع اعمل 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وانزل في نفس المكان اللي طلعت منه وعدي اجيب الخيط وعدي من خلال الايه الحلقتين. تمام كده، اكمل انا بقى السطر كله نفس الحكاية، بسيب غرزة وبدخل في اللي بعدها من تحت الحلقتين، من تحت الحلقتين وبعمل 3 سلاسل. تمام، اكمل كل سطر كده وارجع لك. انا كده خلصت السطر اهو، خلصت. اخر حاجة بقى، انا ما باخدش معايا 3 سلاسل، خلاص انا خلصت اهو وقفت، وهيبقى في فرق الايه السلسلة اللي بتبقى ما بين ال3 سلاسل والتانية، مش انا بعمل بين كل واحدة والتانية بقى فرق ايه سلسلة او غرزة. انا معايا اهو على الابرة حلقة واحدة بس، هدخل في اول 3 سلاسل دول في اول فتحة تقابلني، هدخل هعمل غرزة منزلقة. منزلقة اللي هو ايه، هجيب خيط، هسحب الخيط وهعدي مرة واحدة ما بين الايه الحلقة دي اهو، عملت غرزة منزلقة. وبعدين هعمل سلسلتين ارتفاع كأنهم عمود، السلسلتين دول كأنهم عمود في الحلقة الايه الاولانية، سلسلتين تمام كده كأنك عمود، كأني عملت عمود. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3. وبعدين هدخل في ال3 سلاسل اللي بعدهم، ادخل الابرة من تحتهم وهدخل وهعمل ايه عمود بلف اهو كده، انا عملت عمود بلف. وبعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى كده هيبقى فرق عندي بين كل عمود والتاني 3 سلاسل. يبقى انا عملت 3 سلاسل، هاخد لفة وهدخل هعمل عمود فين؟ في ال3 سلاسل اللي احنا كنا عاملينهم دول اهو، في الفراغ ده هدخل وهعمل عمود بلفة اهو وهقفل العمود بلفة. وبعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، هاخد لفة هدخل هعمل عمود بلفة فين؟ تحت ال3 سلاسل دول في جوه، شايفة 3 سلاسل اللي احنا كنا عاملينهم تحته، وهدخل هعمل ايه عمود بلفة وهقفل. بعدين اعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وادخل هعمل عمود تحت ال3 سلاسل. الخيط اهو وهقفل العمود. تمام، يبقى السطر كله ده هعمله كده، هعمل ايه 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، هشتغل كل السطر كده. هدخل فين؟ في ال3 سلاسل دي اللي انا كنت عاملاها. يبقى اكمل السطر كله كده عمود، 3 سلاسل عمود، وارجع لك. انا خلصت السطر، هعمل ايه؟ هاجي عند السلسلتين اللي انا كنت عاملاهم في بداية السطر. انا كنت عاملة سلسلتين وبعدين 3 سلاسل. السلسلتين دول هعد 1 2، في التانية هدخل فيها هعمل غرزة منزلقة. تمام؟ خلاص كده انا قفلت السطر. اهو كده انا قفلت السطر. طيب السطر بقى اللي بعده هعمل ايه؟ انا عملت غرزة منزلقة في نفس المكان اللي انا فيه 3 سلاسل، نفس المكان ده هعمل غرزة حشو.
وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس ال3 سلاسل دول اللي انا فيهم في نفس المكان هعمل غرزة حشو. اللي بعدها هنا اهو فراغ، ده اول فراغ هيقابلني هعمل فيه ايه؟ هعمل غرزة حشو وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو، غرزة حشو. تعالي بقى اللي بعدها، فراغ اللي بعده هعمل نفس الحكاية، بعمل غرزة حشو، السطر كله هعمله كده، غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان بعمل غرزة حشو، هكرر السطر ده كله كده. يبقى هعمل في نفس المكان غرزة حشو 3 سلاسل، غرزة حشو 3 غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو، وهكذا هكمل السطر كله كده وهرجع لك. كده انا خلصت السطر، هعمل ايه بقى؟ اخر غرزة معايا هدخل في اول فراغ هيقابلني وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هطلع سلسلتين، 1 2، وهدخل في الفراغ ده وهعمل عمودين، عمود اتنين، الفراغ اللي بعده بقى هعمل فيه غرزة ايه على طول، يعني الفراغ اللي بعده على طول هدخل فيه وهعمل غرزة حشو. وبعدين هعمل سلسلتين، وبعدين عمودين في نفس الفراغ ده، اول عمود كمان عمود في نفس الفراغ، وبعدين نيجي بقى للفراغ اللي بعده هدخل هعمل فيه غرزة ايه؟ حشو. وبعدين سلسلتين، سلسلتين، 1 2، وفي نفس الفراغ هعمل ايه؟ عمودي. تمام، يبقى انا بعمل غرزة حشو في البداية وبعدين بطلع بسلسلتين وبعدين اعمل عمودين، اول عمود وادي تاني عمود. تمام كده، وتعالي اوريكي التاني انا بعمل ايه. انا بدخل في الفراغ ده اللي بيقابلني بدخل بعمل غرزة حشو، اهي غرزة حشو، وبعدين بطلع بسلسلتين، 1 2، وبدخل في نفس المكان بعمل عمودين بلفة كده، اول عمود بلفة كمان عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين في الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة حشو. بس انا هنا كده خلصت. تمام، هقص الخيط وهوريكي هقفلها ازاي بطريقة نظيفة. وتعالي كده انا قصيت الخيط خلاص اهو. بصي بقى انا هعمل ايه. اول غرزة اشتغلتها اهي دي، هاخد الخيط اهو، دي اول غرزة هعمل ايه؟ هعدي الخيط منها
لورا، يعني اهو هاخده لورا خلاص، وعدي الخيط لورا. تعالي بقى من ورا هدخله في الايه، في الحلقات بتاعت العواميد دي عشان انضف بقى ايه الخيط. اهو اعديه من خلال الحلقات. عايزة تعديه كمان، ممكن نعديه كمان مرة. كمان واحدة كده تمام. هنضف انا بس الخيط ده، اقصه وانضفه وارجع لك. وبكده اكون خلصت معاكي المفرش ده بقى. حابة تعلقيه على الحيطة زي ما تحبي يعني. وبعدين بقى النهاردة اتعلمنا مع بعض حاجة، ان احنا نشتغل بخيط المكرمية التخين، نشتغل بيه كروشيه. يعني المكرمية، خيط المكرمية مش بس عشان نعمله بايدينا، لا احنا اشتغلناه بالابرة مع بعض، واشتغلت بيه وعملت مفرش بقى تعلقيها على الحيطة، شكلها في منتهى الروعة، سهلة جدا وطريقة جميلة جدا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبك، ولو عجبك ما تنسيش اللايك، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.